السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم في الحلقة الماضية، حنا درنا افتتاح ديال هذا المحور ديال الوسائل البديلة، وقلت لكم بان غنتكلم على الوساطة وشنو هي، نعرفوا بالوساطة المفهوم ديالها ونشوفوا بعض الخصائص ديالها. فملي كنقولوا الوساطة كنعنيو بها انها واحد الآلية باش كندبروا النزاع، وهاد الآلية كتكون تحت إشراف، أو أنا كنفضل تحت عناية واحد الوسيط اللي هو كفء وعنده واحد الخصائص معينة غنجيو ليها إن شاء الله في الحلقات المقبلة. كتكون في واحد الإطار ديال واحد المجلس بطبيعة الحال يتسم بالسرية، ما كاينش أي العلانية بطبيعة الحال. الدور ديال هاد الوسيط هو أنه كيحاول يقرب وجهات النظر، وكيحاول ييسر لهم عملية الحوار والتفاوض بعضياتهم باش هما يوصلوا لواحد الحل اللي كيرتضيوه هما، ما كيفرضوش عليهم هو. وهذا الحل بطبيعه الحال تيخصو يكون ما تيخالف شيء القانون وما تيخالف شيء النظام العام. من الامور اللي كتعطي قوه لهذه الوساطه وتشد الانتباه ديال الفاعلين هو ما تتميز به من خصائص. مجموعه ديال الخصائص اعرضها بين ايديكم. كاين الخاصيه الاولى اللي كتسمى الخيار الذاتي. ما معنى الخيار الذاتي؟ بمعنى ان هذوك الاطراف ديال النزاع هما كيختاروا هذه الاليه ديال الوساطه بطوعيه، يعني ما كاينش اكراه، الا الا كانت الوساطه القضائيه. ديك الساعه كتكون على حساب الانظمه في الدول، كل دوله كيفاش كتنظم العمليه ديال الوساطه. كاين اللي كتنظم العمليه ديال الوساطه القضائيه انها كتكون اجباريه، وكاين اللي كتبقى كذلك اختياريه للاطراف النزاع واش يلجؤوا لها ام لا يلجؤون اليها. الخاصيه الثانيه وهي خاصيه السريه، وهذه مهمه جدا جدا جدا، لان الاطراف النزاع ملي كيعرفوا بان هذيك المشاكل اللي غيعالجوها ما كيعرفوها الا هما وهذاك الوسيط، بطبيعة الحال كيكون هذاك البوح وهذاك الإفصاح، وهذا مهم لحل حالة النزاع بطبيعة الحال لدى الوسيط. الخاصية الثالثة وهي الحياد، وما أدراك ما الحياد؟ أن الوسيط محايد، بمعنى أنه نفس المسافة اللي عنده معها الطرف عنده مع الطرف الآخر، لا يتحيز لا إلى هذا ولا إلى ذاك، عكس المحامي بطبيعة الحال اللي هو كيدافع على طرف ضد طرف آخر. والحياد بطبيعة الحال تيبقى نسبي، مكاينش الحياد المطلق. مثلا ملي كنلقى واحد الحكم في مباراة رياضية ولا ثقافية ولا فنية ولا كيف ما كانت، بطبيعة الحال هو كيحكم بالعدل، ولكن هذا لا يمنع أنه كيميل إلى طرف دون آخر، ولكن خصو المهنية ديالو كتفرض عليه أنه يكون محايد. الخاصية الرابعة وهي السرعة، وانا كنتكلم على الخصائص الان، واستحضروا معايا القواعد او المسطره القضائيه غتلقى واحد الاختلاف كبير. اذا السرعه هي كذلك من الامور المهمه جدا في الوساطه، وكل بلاد كدير واحد المده معينه. مثلا في المغرب في القانون عندنا في الوساطه الاتفاقيه كيعملوا 3 شهور قابله للتمديد، وهكذا دواليك. الخاصيه الخامسه وهي المرونه، والمرونه بما تعنيه أن الإنسان سيتأقلم مع المتغيرات. إذا كنا مثلا في القضاء تنقولوا مثلا أن الجلسة عندنا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في القاعة الفلانية، في الوسطة كل شيء قابل للمرونة دائما بمنطق التوافق والتراضي ما بين الوسيط وطرفي النزاع. الخاصية السادسة وهي السلطة الإرادة، أنا كنت شرط ليها في التعريف بالوسطة. السلطة الإرادة بمعنى أن الوساطة كلها كتمشي وفق ما يبتغيه الأطراف ديال النزاع، والوسيط هو كيسير العملية من بدايتها إلى نهايتها، ولكن المحتوى والحلول والمآلات هذه كترجع للأطراف ديال النزاع، وهما اللي كيملكوا بين قوسين حق تقرير المصير. الخاصية ما قبل الأخيرة وهي المكسب المشترك، وهذه من المهمة جدا، يعني بمعنى أن الوسيط المحنك هو اللي كيحاول يوصل لأطراف النزاع إلى تحقيق ما يسمى بمعادلة رابح رابح، ماشي رابح خاسر اللي كاينة في الوساطة، عفوا اللي كاينة في القضاء أو في التحكيم، لا، رابح رابح، يعني طرفي النزاع بجوجهم رابحين.
وهذه الخاصية ديال رابح رابح هي اللي تفضي بنا إلى الخاصية الأخيرة، وهي خاصية المكسب المشترك، عفوا، وهي خاصية دوام العلاقة، وهي تحصيل وحاصل. لأن ملي كنكون رابح رابح ضمنيا طرفي النزاع كتبقى العلاقة دائمة وقد تتطور وتتحسن وما إلى هنالك. عكس رابح خاسر، رابح خاسر ديما تقطع العلاقة بطبيعة الحال وقد تفضي إلى تداعيات سلبية لا قدر الله. إذن باش نجح هذه العملية ديال الوسطة ما بين الوسط وطرفي النزاع، كاين جوج الأمور، كاين إرادة وكاين إدارة. الإرادة عندها علاقة بطرفي النزاع، يعني خاص ملي كنقول طرفي النزاع هذا مصطلح قانوني، يعني ممكن يكون طرف في مجموعة ديال الناس وطرف آخر مجموعة ديال الناس ولكن يسمونها طرفين. إذن هاد الأطراف ديال النزاع خاص تكون عندها إرادة صادقة بأنهم بغاو يوصلوا لواحد الحل، هذا شيء أساسي. ثم الشرط الثاني وهو الإدارة، وهذه كتتعلق بالوسيط، حسن إدارته وتدبيره وحلحلته لهذا النزاع حتى يوصلهم إلى الحل اللي كيرتضيوه هما بنفسهم وكيتحملوا فيه المسؤولية كذلك. إن شاء الله الحلقة المقبلة بحول الله مع قوته غادي نتكلموا على الوسيط وعلى الخصائص ديالو الشخصية وعلى المؤهلات ديالو العلمية وعلى المهارات ديالو العملية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.